السلام عليكم ورحمة الله، متابعين قناة فنون زراعية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. أتمنى يا رب تكونوا بخير. الناس اللي كانوا متابعانا، ده محصول الفلفل اللي كنا بنصور فيه الإصابة بحشرة التريبس. هنسيب لكم الرابط في وصف الفيديو أو تحت الفيديو ده عشان تشوفوا الفرق قبل الرش، قبل المعاملة والرش، والفرق بعد المعاملة. قبل المعاملة كانت الأوراق دي بالشكل ده كده بالظبط، الاوراق كلها او معظمها بالشكل ده. كان الفلفل ده مفيش فيه اي نموات خضريه جديده خالص، لكن بعد الرش وبعد المعاملات وحطينا جدول التسميد والجدول الرش المناسب، اصبح عندنا مفيش حشره تريبس بالمره، واصبح عندنا نموات جديده اهي، واصبح عندنا تزهير البيت كله بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. فهنا الفكره، هنا ان انت تحط الجدول بتاعك كويس، ان انت تقدر تشخص المرض بتاعك، تقدر تشخص الحالة بتاعتك، تقدر تشتغل عليها يعني تستخدم المبيدات المظبوطة في مكانها المظبوط بالمعدلات المنصوص عليها، عشان تقدر توصل بالانتاج بتاعك او تقدر توصل بالنتيجة اللي انت عايزها من المبيد. يعني مثلا حضرتك ما ينفعش اجيب مبيد ملوش علاقة خالص بالتريبس وارشه للتريبس كده، مش هيجيب معايا نتيجة. ما اروحش اجيب مبيد تركيزه 50 جرام للمية وارش 20 جرام للمية، كده مش هيجيب معايا برضو نتيجة في الرش. فالافضل ان حضرتك يعني تشخص المرض مظبوط، انك تعرف ايه هو المرض اللي عندك في النبات، وبعد كده تبدأ تحط له جدول مكافحة كويس عشان توصل للنتيجة اللي انتوا شايفينها دي. ده النبات الفلفل اللي احنا كنا صورنا منه فيديو تقريبا من 15 يوم او من 20 يوم بالظبط. ده كده شكل النبات اهو، اصبح النبات عندنا بفضل الله مفيش فيه اي مشاكل خالص. النمو الخضري بتاعه اشتغل كويس، والتزهير بتاعه اشتغل كويس، والعقد بتاعه اصبح الحبايه كويسه لينه، ما فيهاش زي ما احنا بنقول كبسنه، يعني الحبايه طالعه طريه اهي، والعنق بتاعها نضيف. العنق في الفلفل اللي في الثمار اللي كانت فيها تريبس كان العنق ده لونه اصفر، كان مصدي، انما هنا حاليا مفيش الصفار ده، الصفار ده توقف تمام. شكل الثمره بدا ترجع اللمعه تاني، مفيش فيها الشبحه بتاعت السوسته اللي كنا بنقول عليها. شايفين شكل الاوراق قبل الرش وشكل الاوراق بعد الرش، فرق كبير جدا. النبات بتاعنا بدا يتحرك، بدا يكون عندي نمو خضر، شايفين الفرق اهو. خلاص النبات بتاعنا اشتغل وما عندناش فيه اي مشاكل خالص. فيا ريت الناس اللي بتشتغل في الزراعه في الحقل الميداني يقدروا يكونوا قد المسؤولية، وقد ان هم ياخدوا القرار، وقد ان هم يعرفوا يشخصوا المرض عشان خاطر ما يكلفوش المزرعة عبء مادي اكتر من العبء اللي هي فيه، لان الزراعة بتصرف كتير جدا. شايفين النبات كان هنا، كان واقف لحد هنا كده بالظبط اهو، ده كله بدأ يشتغل في خلال 15 يوم او 20 يوم تقريبا. ده النمو الجديد اهو، ده القديم كان النبات واقف متوقف خالص، ده كده الشكل الجديد بتاعنا. حبينا بس ننقل صورة النبات بعد المكافحة وبعد عملية الرش، شكله بقى عامل ازاي. اللي شايف الفيديو قبل ده هيشوف الفرق وهيعرف النبات ده كان عامل ازاي وحاليا اصبح ازاي. فاحنا هنسيب لكم الرابط بتاع الفيديو بتاع النبات ده قبل المكافحة، وازاي كان هو متصاب، ودلوقتي هو شكله عامل ازاي. يا رب افدنا من الفيديو ده. نشوفكم فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.